مستر جوميز هيبتدي بنفس تشكيله مودرن فيوتشر، ولا ليه ممكن يبقى ليه بعض التغييرات زي مثلا الناس اتكلمت ان فكره ابراهيم انداي لا هو ما يبقى. فتوح خلاص رجع لا هيقدر. انا بكلمك مكان مصطفى شلبي يعني. لا انا بشوف ان شلبي افضل، هو ما هو كمان طبعا هو فنيا طبعا فنيا وحلوله افضل، وكل وكمان حاجه. هو حالته دلوقتي يعني الجهاز اطمن عليه ان هو يقدر يبقى موجود بكره. فانا اشوف ان التشكيل يبقى فيه فتوح مكان ابراهيم انضاي في ناحيه الباك ليفت، وفوق مصطفى شلبي وعبد الله وزيزو والسترايكر سيف الدين الجزيري. يعني طبعا الاصابات بتاثر للاسف، بس انا بشوف ان ما دام القوام موجود ابتدي بالقوه الضربه من البدايه. الماتش ما فيهوش ان انا انتظر حاجه يعني، بس لكن شلبي ونضاي شلبي. طيب سيف الجزيري برضو يعني رجع تاني، سيف الجزيري اللي احنا عارفينه يمكن من بعد مباراه الاهلي اللي احنا كسبناها في الدوري، بس يمكن اداؤه شويه كان متاثر في يعني في الشوط الثاني، بكلمك على المستوى البدني في ماتش فيوتشر بسبب بقى المجهود الكبير اللي عمله قبل كده كذا في ماتش ورا بعض سيف الجزيري متواجد بشكل كبير جدا جوه الملعب، 90 او 90 90 90 نقطة تانية سيف الجزيري. المجهود بقى اللي جوه الجيم مجهود جبار يعني. بدأ سيف زي ما تقول من ماتش الاهلي وهو فتح صفحة جديدة مع نفسه، بيركز في كل كورة، بيموت نفسه على كل كورة. التفاصيل الصغيرة اللي كان سيف بتاع زمان بيعملها، لا هو دلوقتي رجع تاني. ولما رجع انا ما بشوفش فيه فرود في مصر، وسيف في حالته يكرم بيه. لكن هو كان محتاج الهدف عشان يرجعه تاني. انت عارف دايما الفراوده ما بيبقى فيه فتره ما فيهاش توفيق بالنسبه له، محتاج هدف بس يرجع له الثقه تاني. واهدافه مؤثره يعني، طبعا هدفين الاهلي، هدف نهضة بركان اللي نهضة هناك. بركان هناك، دي اهداف مؤثره، بالذات بالظبط، هدف نهضة بركان هناك، واهداف لان صعبه. خد بالك هو سيب بيجيب مش الصعب، فرص، مش فرص هو بيجيب الصعب وممكن يضيع لك السهل، ده ده مش عادي فرص، جدا. ده مش بالظبط فرص. ده ماتش بالظبط، الجول نهضة بركان هناك ليه صعب واحده، جدا. ليه واحده قبلها اسهل ما انا حطها بقول حلو لك. جدا جدا، بس هو الجول اتعامل معاه بشكل كويس قوي. بس الثانيه كانت اصعب، التانية اصعب، ان هو ازاي يخطف ويسبق وقاطع المدافع. قاطع قدام المساك. بالظبط. طب شفت برضو ازاي استدعاء منتخب تونس لسيف والحمزه المسلوسي في المعسكر اللي جاي اللي عندهم في تصفيات كاس العالم، فشايف برضو ممكن يشاركوا مع المنتخب التونسي بصوره اساسيه. حمزة بصراحة الفترة الأخيرة كلها حمزة مستوى ثابت. مستوى ثابت، وأحسن أحسن مستوى يعني، أحسن مردود بيقدمه حمزة خلال الفترة الكبيرة اللي فاتت. سيف اوريدي بيشارك مع المنتخب، ممكن مش بصفة أساسية لكنه ليه دور. يعني أنا بشوف إن هم لا يعني يستحقوا إن هم يبقى ليهم دور، حتى لو مش من البداية، لكن هم بيتواجدوا بشكل أداؤهم جيد. مؤثر وأداؤهم فعال مع نادي الزمالك، فبالتالي ده هينعكس معاهم على منتخب تونس أكيد. طيب.